السلام عليكم. اليوم إن شاء الله آخر وحدة في الوحدة الخامسة، آخر محاضرة في الوحدة الخامسة. عندنا قطعة كلمات أنتم مطالبين فيها، والقطعة ممكن تيجي فقرة منها في الامتحان. قطعة تحكي عن Gaza mothers, newborns struggle under siege. الأمهات في قطاع غزة والأطفال حديثي الولادة يصارعون تحت الحصار. صفحة 80. Inadequate infrastructures. هنا infrastructure مرت علينا اللي هي البنية التحتية. Inadequate الغير ملائمة أو الغير مناسبة. البنية التحتية الغير مناسبة. هنا إيش المشاكل؟ Lack of equipment. قلة المعدات أو الأجهزة. Equipment تيجي نفس معنى instrument أو tools. instruments معدات. هذه تيجي count و non count. and shortage of hospital staff وقلة في موظفي المستشفيات. are contributing to the deterioration of hospital care for mothers. هذا يساهم في تدهور deterioration تدهور الرعاية رعاية المستشفى للأمهات and newborns recently born babies يعني حديثي الولادة recently born حديثي الولادة in Gaza. According to July 2009 assessment by the World Health Organization, WHO منظمة الصحة العالمية، هذا حسب تقرير أو تقييم في عام 2009 في القدس in Jerusalem. WHO منظمة الصحة العالمية attributes عزت أو نعتت the dismal state الحالة الكئيبة dismal state اللي هي bad condition أو bad status الحالة السيئة أو الكئيبة of Gaza health care system في نظام الصحة في قطاع غزة to the Israeli blockade عزت هذا أو نسبته لإيش؟ للإسرائيلي بلوكيد اللي هو إيش؟ السيج أو كلوزر اللي هو الحصار. since June 2007 منذ عام 2007 شهر 7 the Israeli blockade الحصار الإسرائيلي affects to the supply of medical equipment and conditions in the maternity wards and perpetuate the isolation of the healthcare professionals making it difficult to maintain international standards of practice. الجملة طويلة. الحصار الإسرائيلي أثر على دعم الأجهزة الطبية والأوضاع في أقسام الأمومة اللي هي maternity wards اللي هي motherhood suits.
اللي هي أقسام أقسام الأمومة، قسم الأمومة في المستشفى، قسم الولادة. آد باربتشويتس معناتها يديم أو يخلد. The isolation العزلة of healthcare عزلة الصحة وبروفيشنال ميكينج والعمل المحترف يجعل ذلك صعب في الحفاظ على المستوى العالمي في الصحة. سيد توني لورانس Head of the WHO West Bank and Gaza Office in Jerusalem. اللي هو مستر توني لورانس اللي هو مدير أو رئيس مكتب لمنظمة الصحة العالمية في قطاع في الضفة الغربية وقطاع غزة. The maintenance and updating of equipment are not adequate. مينتيننس صيانة، صيانة وتحديث الأجهزة غير مناسب طبعا في المستشفيات في قطاع غزة. And the supply of drugs. Drugs اللي هو ايش؟ الميديسينز اللي الأدوية مش المخدرات. تيجي المخدرات هي بس هنا drugs تيجي حبوب، أصلا المخدرات هي عبارة عن حبوب. Drugs هنا ايش؟ medicines أو medications. أدوية. And laboratory materials ومواد المختبرات is not constant واللي تزويدها هذا مش مستمر مش دائم. According to the WHO حسب تقرير منظمة الصحة العالمية 10 types of essential medications. Medications نفسي للدراجز اللي هي أدوية. تقريبا 10 أنواع من الأدوية الضرورية for maternal care للرعاية رعاية الأمومة أو الأم like بروستين. هذا اسم دواء اسمه بروستين، هذا بده يقول إيش اللي بدها تلد عشان يعجل الطلب. جل that induces labor. induces يعجل أو يحث، يعجل أو يحث. نعتبر سويد يحث أو يعجل are out of stock مش موجود في المستشفيات. سيد منير البرش Head of Gaza Department of Pharmaceutical اللي هو رئيس قسم الصيدلة في قطاع غزة adding that they were unable to import spare parts of ultrasound. كمان بيقدرش يشوف بعض القطع لبعض الأجهزة زي الالتراساوند equipment and computed tomography اللي هو الـ CT scanners وأجهزة الـ CT هذه بتكون لو بصير خربت عندهم أو تعطلت عندهم قطعة من الأجهزة هذه صعب إنهم يعملوها. صفاء أحمد هنا اسم واحدة مريضة أو أم ولدت 21 year gave birth to her baby girl Ritaj this week. ولدت بنت هذا الأسبوع اسمها Ritaj at الشفاء Gaza Primary Hospital في مستشفى الشفاء المستشفى الرئيسي في غزة but was discharged just 2 hours after the delivery. ولكنها طلعوها من المستشفى بعد ساعتين من الولادة. Mothers stay an average of 2 hours in Gaza hospital after delivery due to the lack of beds. الأمهات بيقعدوا معدل ساعتين بعد الولادة بسبب
قلة الأسرة، فيش هي أماكن لهم. Said the WH report which advocated that اللي دافع شوية they stay in hospital for at least 6 hours after delivery، وهو المفروض تقعد أقل حاجة 6 ساعات بعد الولادة. For post partum examination اللي فحوصات تيجي بعد الولادة، تصير عندها مثلا نزيف أو حاجة أو مضاعفات إلى آخره. الشفز overcrowded maternity unit، وحدة الأمومة أو قسم الأمومة في مستشفى الشفاء المزدحم، deals with an average بتعامل مع معدل تقريبا 1200 وحالة ولادة في الشهر، 1200 birth a month يعني 40 حالة في اليوم تقريبا. There were 7-8 women per room، هناك واحد ايش بيقول، هذه صفاء ايش بتقول، في من 7 إلى 8 امهات او نساء بكون بلدن او ولدن في غرفة واحدة. My husband had to look in pharmacies outside the hospital for Prostin gel and blood thinners. ولك زوجي بكون ببحث في الصيدليات اللي برا بدي يجيب البروستن الجل، هذه الإبرة تبعت مع تعجيل الطلق، والبلاد ثينر اللي هو مضاد للتخثر، دواء أو إبرة مضاد للتخثر. While I was delivering، وأنا في أثناء الولادة. Patients say، هذا المرضى إيش بيقول، those drugs are not readily available، هذه الأدوية مش متاحة في المستشفى. If the drugs are provided by the hospital, they are covered by the patient's insurance. لو الأدوية هذه موجودة في المستشفى بغطيها إيش؟ التأمين تبع المريض. Insurance له التأمين. But if bought at a pharmacy outside, the patient pays out of her own pocket. لكن لو اشتراها من برا بده يدفعها من إيش؟ من جيبته. The International Committee of the Red Cross لمنظمة الصليب الأحمر provides some medications، كانت تقدم بعض الأدوية and medical supplies ودعم طبي، but they are not always able to bring things in، بس لكن مش مستمرين. Said ICRC لمنظمة الصليب الأحمر Communication Officer in Gaza مصطفى الحسنات، أبو الحسنات، أبو الحسنين. Few trained midwives. Midwives هنا تيجي يعني كان بيقول في الزمانات بيقول عنها الداية، إيش بيقول عنها هنا؟ الحاضنة اللي بتولد النساء، القابلة، أي القابلة صحيح. There is a lack of professional staff in maternity and neonatal. Neonatal اللي هو حديثي الولادة. Was هناك قلة في الموظفين المحترفين في قسم الأمومة وقسم حديثي الولادة. Particularly trained midwives اللي هو القابلات المحترفات المتدربات. Said the WHO officer in Gaza. Knowledge is outdated. Outdated معناتها قديم، ancient، old. Old. Ancient. قديم. معرفتهم في الولادة قديمة. Regarding international standards، حسب المستوى العالمي. Of proper mother and child health care، بالنسبة للرعاية الصحية للطفل والأم. Due to the isolation created by the prolonged border closure بسبب الحصار المفروض والطويل على قطاع غزة. Said WHO officer. There is a lack of working fetal monitors and incubator bars like ultraviolet lamps.
said the officer. واضح في قلة في الأجهزة الصوت الضوئية والتصويرية للأمهات. And there are problems with infection control. هناك في مشكلة مشاكل في التحكم في العدوى. برضو في أمراض ممكن تيجي تكون عندها مرض. Resulting هذه العدوى بسبب إيش؟ Resulting from lack of sinks بسبب قلة المغاسل. Soaps والصابون and hand towels والبشاكير الهاند تاوز اللي هو البشكير. The blockade prohibits. Prohibits معناتها يمنع أو يحرم. Prevent. يحرم أو يمنع. Imports of construction material. الحصار يمنع أو يحرم استيراد مواد البناء construction material مواد البناء like cement مثل الإسمنت without which it is difficult to rehabilitate and maintain hospitals. اللي بدون الإسمنت هذا تقدرش تجدد أو تحافظ على المستشفيات. According to the WHO Shlomo Dror السبوكسمان المتحدث باسم وزارة الصحة العالمية اسمه شلومو درور for Israeli occupation authority بالنسبة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية allegedly said إيش قال medical supplies have priority as import into Gaza. الدعم الطبي له أولوية. هذا مين بيحكي؟ اليهود. And secondly, the supply of food from international organization. وكذلك تقديم الطعام المواد الغذائية من المنظمات العالمية. There is a government decision not to allow a humanitarian crisis to occur in Gaza. وش بقول هذا المتحدث الإسرائيلي؟ بقول أن الحكومة أخذت قرار إنه بعدم السماح لوجود قضية إنسانية يصير قضايا إنسانية في قطاع غزة. يعني الناس رحيمين علينا. The Israeli Occupation Authority says نظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي قالت It is not obliged to allow into Gaza anything other than basic humanitarian supplies. مش مسموح إنه يدخل غزة أكثر من اللي هي المعدات الخيرية الرئيسية والضرورية for survival للمعيشة للحياة. حاجات رئيسية طحين سكر شاي سكر رز إلى آخره. And is concerned with certain medical technology. وكذلك بيهتموا في بعض التكنولوجيا الطبية مش كل الأدوية يعني في بعض أدوية تستخدم في أشياء أخرى. That could be used for other more سينستر ميز. هذه بعض الأدوية أو المعدات الطبية بقول سلطات الاحتلال الإسرائيلي إيش بتقول بعض المعدات الطبية أو المواد الطبية ممكن تستخدم could be used for other more sinister means تستخدم في وسائل شريرة. sinister معناتها wicked ways means وسائل مثلا شريرة. sinister means معناتها wicked ways اللي هي وسائل شريرة يعني استخدم مثلا في سلاح أو في حاجة. خلينا نشوف عندنا 7 أسئلة اختيار متعدد على القطعة. What are the main reasons for the deterioration of hospital care for mother and newborns in Gaza? السبب ما هو السبب الرئيسي لتدهور الرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة؟ A اللي هو inadequate infrastructure بنية تحتية غير مناسبة lack of equipment and shortage of hospital staff وقلة المعدات
وقلة الموظفين المحترفين في المستشفيات. 2. What do WHO and ICRC stand for؟ ايش تعني الاختصارات هذه؟ The World Health Organization and the International Committee of the Red Cross. رقم برضو A. 3. What is Tony Lawrence's view about? Which وجهة نظر Tony Lawrence about the negative effects? Negative effects اللي هو ايش؟ الآثار السلبية of the Israeli siege on Gaza health sector. A. The Israeli blockade affects the supply of medical equipment and conditions in the maternity wards. Number 4. Why did Safa Ahmed have leave the maternity hospital 2 hours after her delivery? Due to the lack of beds. بسبب قلة الأسرة. Number 5. What does the International Committee of Red Cross provide Gaza hospital with? ليش بيدعموها؟ الصليب الأحمر بيدعم المستشفيات في غزة. It provides Gaza hospital with some medication. بعض الأدوية. And medical supplies. والدعم الطبي. 6. Why do Gaza hospitals lack well-trained midwives? ليش عند قلة في القابلات؟ Knowledge is outdated. بسبب إيش؟ المعرفة القديمة. Number 7. What problems do the infection control suffer from? مشكلة العدوى. تحكم في العدوى تعاني من إيش؟ من قلة إيش؟ Problems with infection control result from lack of sinks. قلة المغاسل, soaps and hand towels. خلصنا القطعة هيك. عنا في البراكتس جرامر عنا في رقم 1 عنا 4 جمل فيهن أخطاء, والأخطاء على الارتكلز الاي أو الان أو الذا أو الاكس. He is surgeon. He is a surgeon. اسم مهنة. He is a doctor. رقم 1. He is a surgeon. So he operates on sick people. B. I want a government. The government. The government واحدة بتكون الحكومة واحدة. Number C. Cities are usually exciting. In London, for example, you can leave tea at you can have tea at the Ritz, and then go to the theater in evening. In the evening, أكن مساء عنا مساء واحد. I must go to a bank. To the bank. أنا يجب أن أذهب إلى البنك. يعني كل واحد له حساب في بنك معين. مش أي بنك أروح عليه. 2. Put A, the, or nothing, or zero article into each gap. Yeah, A, yeah, the, yeah, X. I have 2 children, Farag girl and Farag boy. A girl and a boy. And عندي ولد وبنت. نكرة. The girl is 6 and the boy is 4. ليش حطينا ذا هنا؟ لأنه صار في معرفة مسبقة. أو تحدد. She goes to the work. ارجع الصفحة 79 فوق. السطر الرابع من فوق رقم 4. At home. To bed. To work. To school. By bus. هنا تأخذ zero article. She goes to work in city. In the city, في المدينة. مدينة واحدة. By train ولا a train. سأرجع صفحة 79. By train. By bus. Without A ولا ذا. Her office is in فراغ Baker Street. غلط. بدون the street.
الستريت واخده شي شي. اللي بعدها نمبر سي. I never read فراغ newspapers. No article. During the week. But I buy فراغ observer every Sunday. هنا حدد الجرائد بشكل عام. The observer. هنا محددة. And I read it فراغ bed. No article. In bed. When you go to فراغ France. يعني ايش؟ no article. You must take فراغ boat. When you go to France, you must take a boat. On فراغ سين. سين اسم نهر. نهر السين. The Nile, the sea, the Nile, the sea. When you are in Paris, no article. اسم مدينة, no article. آخر شيء عندنا الحين اللي هو الترجمة. عندنا خمس جمل, ست جمل من إنجليزي العربي وجملتين من عربي إلى إنجليزي. We have got some eggs. But we haven't got many butter. عندنا بعض البيض, بعض من البيض, ولكن لا يوجد أي زبدة. عندنا بعض البيض ولكن لا يوجد عندنا أي زبدة. Second, there are a few apples and a lot of oranges. هناك القليل من التفاح والكثير من البرتقال. هناك القليل من التفاح والكثير من البرتقال. Third, there is a little butter and a lot of flour. هناك القليل من الزبدة والكثير من الدقيق. هنا little butter. Butter تأخذ little لأنها non count. A lot of تأخذ both count and non count. Fourth. There aren't many raisins. Raisins اللي هو الزبيب. And there isn't much sugar. هناك ليس الكثير من الزبيب ولا من كثير من السكر. قبل الأخيرة, I have breakfast in bed on Fridays. أتناول الإفطار على السرير في الجمعة. On Fridays يعني في الجمعة, كل أيام الجمعة. قبل الأخيرة, virtue is the most valuable treasure. مظبوط. القناعة كنز لا يفنى. virtue is the most valuable treasure. القناعة كنز لا يفنى. He is a doctor. هنا أخذت A. He works in شفا hospital. هو طبيب يعمل في مستشفى الشفاء. همن عربي لانجليزي جملتين. اشترى والدي كمية كبيرة من الحلويات بمناسبة نجاحي في امتحان الثانوية العامة هذا العام. ثلاث دقائق. ايش مين ترجم؟
My father bought a huge quantity of sweets or desserts in the occasion of my success in high school this year. هذا العام in the occasion of or for sweets for my success لنجاحي. ممكن تكتبها هذه بدل فور بدل الأربع كلمات هذول. My father bought a huge quantity of sweets in the occasion of my success in high school this year. High school. لا تساوم على حقوقك. الجملة الأخيرة. Don't. لا. هذه في موجود في الأخر الكتاب. في بعض أمثلة موجود. هذا زي مثل. مثل بالإنجليزي وقابل مثل بالعربي. A city that barleys. Is half gotten. A city that barleys is half gotten. يعني يقول لك المدينة اللي بتساوم على حقوقها تاخذش نصها. يعني ايش المثل بالعربي بيقابله؟ لا تساوم على حقوقك. الخميس الجاي إن شاء الله مراجعة بنراجع. أي حدا عنده استفسار بالثلاث وحدات الثالثة والرابعة والخامسة لأي واحد مش فاهم أي نقطة بنراجعها مع بعض وبعدين بنحل أسئلة الامتحانات السابقة إن شاء الله. ماشي؟